فيه العصفار. مبروك يا استاذ، الصاله كومبليت، مفيش ولا كرسي فاضي. والانقح من كده شباك عمك قشطه مهوي. مبروك 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 مبروك. مش استاهل بوسه بقى يا حبيبي؟ 60 بوسه. خد بقى الصاروخ. والخمسه اللي من الحساب القديم؟ الله، احنا هنغلط بقى ومع ذلك خد بقى يا الصاروخ. طب والثلاثه بتوع اول امبارح؟ ما انا لسه دافعهم دلوقتي. الله، ابدا، وبدام بتغلط مش هشككك تاني. اه بلاش دلع بقى يا كهرمانة. بقى افندم، فاضل 5 دقايق على الستاره، وضب لي كل حاجه، حضر كل حاجه. اوام مبروك. يلا يلا. انت جاهزه يا زمزمه؟ تقريبا. لسه كتير على الستاره. يا دوبك 5 دقايق. يا اوام كده. الله، انت مومه ولا ايه؟ ما خبيش عليك شوي. لا ما تخافيش ابدا، خلي قلبي جامد. انا شفتك امبارح في البروفات، كنت مدهشه خالص، وان شاء الله هتنجحي نجاح كبير. ربنا يسمع منك يا استاذ، وان شاء الله الباب اللي دخلناه سوا تكون عتبته علينا خير. انت تستاهلي كل خير يا سمسمه، وانا جاي لك دلوقتي مخصوص قبل رفع الستاره عشان اقول لك قد ايه انا ممنون من اجتهادك واخلاصك في العمل. البركه فيك برضه يا استاذ. ايوه اتفضل يا استاذ عصفور. حاضر، ربنا معاك.